الحلقة 35 في تفسير جزء عامة، والثانية في تفسير سورة الفجر. الموضوع الثاني في سورة الفجر إصلاح القلب بمشهد النعيم. يا أيتها النفس المطمئنة، يعني نستحضر مشهد الملائكة يبشرون المؤمن عند قيامه من قبره وعند دخول الجنة قائلين إليه: يا أيتها النفس المطمئنة، بذكر الله وطاعته في الدنيا. اللي اطمأنت بذكر الله وطاعته كان ده وقت اطمئنانها، لا تطمئنوا إلا بذلك. ارجعي إلى ربك راضية بما قسم الله لك، مرضية عنك من الله، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فادخلي في عبادي الصالحين، كقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، وادخلي جنتي التي وعدتك بها في الآخرة. أسئلة هامة في سورة الفجر، ده المستوى الثاني. ما مكان نزولها؟ هي سورة مكية نزلت بعد سورة الليل، ترتيبها 89 مع عدد آياتها 30 مع عدد كلماتها 139 مع عدد حروفها 573. الآية الأولى فيها سؤال: ما الدليل على تفسير والفجر بوقته بصلاة الفجر؟ إيه الدليل؟ لأنه ظاهر اللفظ، والقاعدة الأصولية بتقول: الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بقرينة. والدليل على ذلك قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فإن تستغفر لهم 70 مرة. الرسول حمل الآية دي على ظاهرها وقال: استغفر 71 مرة، ولم يحملها على معناها المجازي إلا بعد ما جت آية قالت لهم: لا يجوز لك تستغفر من المنافقين. والصحابي أما سمع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر جاب خيطين وحملها على الظاهر ولم ينكر عليه النبي ذلك. تاني حاجة، إن ده موافق للسياق، فالله تعالى يقسم بما يكفر الذنوب على انتقامه من العصاة. إيه اللي بيكفر الذنوب؟ صلاة الفجر والعشر ذي الحجة والصلوات الزوجية والفردية ووقت السحر. تلاتة، موافق لاستخدام القرآن، فدائما يقسم بالسحر والفجر ورا بعض، فإن الفجر إقبال النهار والسحر إدباره، كقوله تعالى: والليل إذا عسعس ده وقت السحر، والصبح إذا تنفس ده وقت الفجر. أربعة، ده قول كعلماء السلف الكبار زي ابن عباس وعكرمة، وذكره ابن كثير عن علي ومجاهد والسدي. طيب، كيف نرد على تفسير الفجر بالنهار الذي ورد عن ابن عباس من طريق أبي نصر؟ التفسير بتاع ابن عباس بتاعنا احنا من طريق العوفي، لكن في طالب تاني اسمه أبي نصر نقل عنه ان الفجر النهار. اولا ده مخالف لظاهر الآية، والقاعدة ان لا يجب حمل الحاجة الامور على ظاهرها، خلاص. طيب، بعد كده مخالف للسياق، ربنا اقسم بما يكفر الذنوب والنهار ما بيكفرش بالذنوب. مخالف لقول العلماء اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم العلماء بتوعنا السابقين. طيب، ما الرد على تفسير وليالي العشر بعشر ذي الحجة؟ ان ده موافق للسياق، فربنا بيقسم بما يغفر ليه الذنوب، وذي الحجة العشر ذي الحجة بيغفر ليها الذنوب. والدليل ما ثبت في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله فيهن من هذه الايام، يعني العشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خلق بنفسي ومالي فلم يرجع بشيء. تاني سبب، ان ده ورد عن تفسير كبار العلماء زي ابن عباس وعكرمة ومجاهد. طيب، قال الطبري، وده ترجيح الطبري. طيب، كيف نرد على من فسر ليالي العشر بعشر الاعتكاف من رمضان؟ هنقول ده مخالف للسياق ومخالف تفسير العلماء. انظر السؤال السابق. طيب، آية 3 فيها سؤال: ما الدليل على ان الشفع مقصود بها الصلوات الزوجية والوتر الصلوات الفردية؟ وما الرد على اللي فسر الشفع بيوم النحر والوتر يوم عرفة؟ وما الرد على فسر الشفع الخلق والوتر الله؟
أولا تفسير بتاعنا أن الشفع الصلوات ده موافق للسياق، فالله يقسم بما يكفر الذنوب لصلاة الفجر وعشاء ذي الحجة والصلاة الزوجية والفردية ووقت السحر. دي أول حاجة. تاني حاجة ده قولنا وقول عمران بن حسين من طريق قتادة والربيع بن أنس. طيب من رد على من فسر والليل إذا يسر بليلة المزدلفة زي ما نقل عن عكرمة عنقول الخبر دعيم في كل ليلة وليس فيه ما يدل على التخصيص، والأصل حمل الأمور على ظاهرها حتى يرد دليل. وقال بقولنا عبد الله، وتاني حاجة ده قول كبار العلماء، قال بقولنا عبد الله بن الزبير وابن عباس ومجاهد وابي العالية وقتادة. تالت حاجة ده موافق لاستخدام القرآن، فدائما يقسم بالسحر والفجر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وهنا أقسم بالفجر ورجع أقسم بالسحر. آية 7 فيها سؤال من رد على من فسر لإرم بالقديمة عاد القديمة، وده تفسير مجاهد. هنقول لو كانت إرم دي بمعنى قديمة بقت صفة والصفة تنون يبقى إرما، وفي ترك الإجراء يعني ترك التنوين دليل على أنها مش صفة، ده علم يبقى ممنوع من الصرف، لازم يكون علم اسم شخص، فده يدل على ترجيح التفسير بتاعنا أن إرم ده اسم لقبيلة عاد. طب ما الرد على محمد بن كعب القرظية الذي قال إرم مديان الإسكندرية، وعلى المقبرية الذي قال إرم دمشق؟ هنقول قولنا هو قول قتادة، وتخصيص إرم بإسكندرية أو دمشق قول بلا دليل، والأرجح قولنا لذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها وترك صرفها، فدل لذلك على أنها علم، مش علم على مدينة، علم على إيه؟ علم على عاد، وكونها في اسكندرية أو دمشق الكلام ده كله لا دليل تاريخي فيه ولا دليل شرعي. آية 7 ما التفسير الخاطئ لكلمة إرم؟ من التفسيرات الخاطئة لكلمة إرم جعلوها اسما لمدينة ذات عماد مبنية بلبن الذهب يعني طوب الذهب والفضة، فإن كل دي خرافات من الإسرائيليين ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس والطمعين والمتخيلين، فيبدأ بقى الصحر يقول لهم ده في تحت في المكان دوت قبيلة إرم، ويبدأوا يأكلوا يضحكوا على أموالهم وياخدوا فلوسهم بعقاقير وهزيان، ويقول لك انت بنبحث عن مدينة إرم ذات العماد اللي لنا ذهب. طيب آية 7 لماذا جعل الضمير يعود على العماد لما يخلق مثلها؟ بعض الناس يقول لك مثلها يعني مثل الأعمدة ديت، نقول الكلام ده غلط. ليه؟ لأنه لو كان أراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد، لكن قال يخلق مثلها يبقى يقصد القبيلة، قبيلة عاد وقبيلة إرم. طب كيف نجمع بين قوله وجاء وربك والملك صفا صفا، ويبقى صف واحد وجاء، وفي آية تانية إن الملائكة صفوف؟ الجواب ان قوله والملك يعني معنى الملائكة، جاء ربك والملك صفا صفا، وفي آية تانية ملائكة. طب نقول الملك دي جمع معناها الملائكة يعني اسم جنس، زي قوله تعالى والملك على أرجائها ثم استوى إلى السماء فسواهن، هو السماء ده اسم جنس فسواهن يعني ثم استوى إلى السماوات، بس السماء اسم جنس فيشمل السماوات. من رد على من قال إن الرب هنا صاحب النفس، ارجعي إلى ربك يعني ارجعي إلى صاحب الجسد، وده تفسير وارد عن ابن عباس. هنقول قال ابن كثير واختاره ابن جرير وهو غريب، والظاهر الأول ثم لقوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وأن مردنا إلى الله أي حكمه والوقوف بين يديه، يبقى القرائن بتاعت القرآن بتقول ارجعي إلى ربك يعني ارجعي إلى الله مش ارجعي إلى صاحب الجسد، وده تفسير القرآن بالقرآن. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.